بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 21. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات والآيات التي بعدها يذكر الله سبحانه وتعالى ما جرى على المسلمين في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان، وماذا كان بعد المعركة من تحليلات للمنافقين ووساوس تشكيكات للمنافقين في أمر الرسول وأمر الإسلام. كما هي عادتهم أنهم في كل محنة وفي كل شدة يتبين نفاقهم، وهذه حكمة الله جل وعلا أنه يجري هذه المحن والضائقات
من أجل أن يتميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون ويصغون لنداء الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا أعداءكم من الكفار والمنافقين الذين دائما وأبدا يخذلونكم ويسفهون آراءكم ويقترحون عليكم الاقتراحات الباطلة أن تتركوا هذا الدين الذي سبب لكم هذه المشاكل، أن تتركوه وأن تعيشوا مع الناس، تعيشوا مع الناس وتوافقوا الناس على ما هم عليه حتى لا يحصل عليكم مضايقات وشدائد. وهذا الكلام يقولونه الآن، يقولون للمسلمين: أنتم لا بد أن تسايروا العالم، لا بد أن تسايروا العالم فتندرجون فيهم ولا تنفردوا عن العالم فينشأ عن ذلك أنكم تقعون في مشاكل. هذا الكلام يرددونه دائما وابدا، يقولون: إن كنتم تريدون التقدم والحضارة والتطور فتسامحوا عن دينكم، تسامحوا وسايروا العالم وتنازلوا عن دينكم. ومنهم من يقسم الإسلام إلى ثوابت وإلى متغيرات، يقول: الثوابت نعم لكن غير الثوابت ما في مانع أن الناس تساهلون فيها، والدين كله ليس فيه ثوابت وغير ثوابت، الدين كله ثوابت، الدين كله ثوابت، ولا يجوز للمسلمين أن يقسموا دينهم إلى ثوابت وغير ثوابت. هذه مكيدة من الكفار أخذها الجهال من المسلمين وصاروا يرددونها وهم لا يعلمون معناها ومغزاها. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، عن دينكم، يردوكم عن دينكم، عن المضي في دينكم وعن الجهاد في سبيل الله. يقولون: لا تجاهدوا، لا تجاهدوا الكفار، الإسلام ما هو دين قتال ودين، لا تجاهدوا الكفار، اتركوهم، عطلوا الجهاد حتى تسيروا مع العالم، مع الركب الحضاري. الجهاد يسبب لكم مشاكل، فاتركوا الجهاد
هذا أيضا من مكيداتهم. اتركوا الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من مقالات الكفار والمنافقين التي يروجونها بين المسلمين حتى ينخدع بها من ينخدع من ضعاف الإيمان ومن الجهال، فيتنازلوا عن أمور دينهم شيئا فشيئا حتى لا يبقى من الدين إلا اسمه، الشيء الذي ما يتعارض مع الكفار ولا يخالف الكفار، الاسم فقط. هذا ما يريدونه. الله جل وعلا قال إن تطيعوهم يردوكم على أعقابكم. الكفار دائما حريصون على أن يرتد المسلمون عن دينهم. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه وتعالى وودوا لو تكفرون، قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يحاولون المسلمين دائما وأبدا إلى أن يتركوا دينهم، وإن كان ولا بد يكفي التسمي بالإسلام، واللي بيصلي يصلي واللي ما هم صلي بكيفه، ولا حاجة إلى التشدد. يقولون خلوا الإسلام مرن، وخلوا الإسلام اسم فقط ليس فيه أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ليس فيه جهاد، ليس فيه دعوة إلى الله، ليس فيه أي مزية على غيره، تساوى المسلم والكافر حتى يعيش المجتمع كله على حد سواء. هذا ما يريده الكفار. الله جل وعلا قال إن تطيعوهم يردوكم على أعقابكم، يردوكم عن دينكم، يردوكم عن الجهاد في سبيل الله، يردوكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يردوكم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يردوكم عن نشر هذا الدين الذي أمركم الله بنشره والدعوة إليه. كل هذا يردوكم عنه، يردوكم على أعقابكم بعد أن من الله عليكم بهذا الدين، حسدوكم عليه وحاولوا ويحاولون أن يحولوكم عن هذا الدين. هم لا يقولون اتركوا دينكم، يقولون تسامحوا، تسامحوا في أمور الدين، تساهلوا، لا يكون عندكم غيرة على دينكم، لا يكون عندكم خوف من الله عز وجل، تعيشون في أمان وتعيشون. وأيضا الكفار إذا طلب المسلمون منهم إعانة أو مساعدة، أو حتى طلبوا منهم شراء أسلحة، شراء أسلحة من أموال المسلمين، يقولون ما نوافق إلا على شرط أنكم تحررون المرأة، أنكم تحررون المرأة من أحكام الدين لأنها مضطهدة
على شرط إنكم تسمحون بالربا، تسمحون بالربا حتى تكونوا مع الاقتصاد العالمي، حتى تسمحوا أيضا بالزنا، خلون الناس كل يذهب إلى ما يريد إلى غير ذلك. يقولون للمسلمين ما نبيع عليكم، حتى البيع ما نبيع عليكم إلا بهذا الشرط، لا تدخلون في معاهدات مع الدول إلا بشرط أن تتنازلوا عن دينكم. هذا معروف، هذا معروف عنهم ولا يكتمونه، يصارحون به. فإن أطاعهم المسلمون انتكس المسلمون، يردوكم على أعقابكم. فتنقلبوا خاسرين إذا ارتدوا، إذا ارتد المسلمون على عن دينهم خسروا والعياذ بالله. هم يظنون أنهم سيربحون ويعيشون مع الناس ويندرجون مع العالم، لكنهم خسروا، خاسرون مهما، حتى لو حصلوا ما يطلبون من الكفار فهم خاسرون، تنقلبوا خاسرين. لكن لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم وعضوا عليه بالنواجذ كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصبروا على الشدائد والهزات، لجعل الله لهم فرجا ومخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ولو أن المسلمين تمسكوا بدينهم وأحسنوا الظن بالله جل وعلا ما قدر الكفار على أن يخدعوهم، ولا قدر المنافقون على أن يشككوهم في دينهم. تنقلبوا خاسرين. قال الله جل وعلا: بل الله مولاكم، أي ناصركم، مولاكم أي ناصركم. فإن كنتم تطلبون النصر فلا تطلبوه من الأعداء، لا تطلبوه من الكفار، اطلبوه من الله. بل الله مولاكم. ما إذا قالوا كذا وكذا وكذا قولوا الله مولانا، الله مولانا ولن يتخلى عنا، لن يتخلى عنا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بل الله مولاكم، أما الكفار فهم لا مولى لهم، أولياؤهم الطاغوت كما قال جل وعلا، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. متى؟ إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم، لا ناصر لهم، وسينهزمون في آخر المطاف، وسينتصر المسلمون طال الزمن أو قصر. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر بيد الخلق وبيد الكفار وبيد الدول، الأمر بيد الله. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى علم وثقة بالله عز وجل. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أما غيره من الناصرين فإنهم ضعفة، غير الله جل وعلا ضعيف، مهما بلغ من الحضارة والقوة فإنه ضعيف، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما قال جل وعلا واعدا عباده المؤمنين ومثبتا لهم وأنهم لا ينخدعون بمواعيد الكفار ومغرياتهم، تهديدهم ترغيبهم لا ينخدعون. قال الله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ولو كان عندهم قوات وعندهم تقنيات وعندهم علوم، لكن قلوبهم مرعوبة ولا تنفع القوة مع رعب القلوب. القوة قوة القلب، قوة الإيمان، قوة العزيمة، فإذا اجتمعت مع قوة السلاح فهذا هو المطلوب. عدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن إذا داخل الرعب القلوب فلن تنفع القوة المادية مهما بلغت. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال المفسرون إن هذا بمناسبة أنه لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما وقع من الهزيمة والقتل وانتصار الكفار للأسباب الآتية التي يأتي ذكرها، لما وقع هذا وانصرف الكفار راجعين إلى مكة تلاوموا بينهم وقال كيف ما أجهزنا على المسلمين، كيف نترك بقيتهم، لماذا لا نرجع ونقضي عليهم قضاء مبرما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمرهم بالخروج وهم جرحى، وهم جرحى بعد المعركة، أمرهم بالخروج وأن لا يخرج إلا من حضر المعركة، فخرجوا بجروحهم ودمائهم، خرجوا ترصدون للعدو الذي يهددهم. الإيمان حملهم على هذا، الإيمان عندهم قوة الإيمان، خرجوا. فلما علم العدو أنهم خرجوا أصابه الرعب وقال ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فأصاب الكفار الرعب فرجعوا إلى مكة، رجعوا إلى مكة وسلم المسلمون من تهديدهم. قال الله جل وعلا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا في خروجهم بعد وقعة أحد، بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام الله هو حسبنا وكافينا فلا يهمنا غيره من الخلق. قال الله جل وعلا فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لماذا؟ مع أنهم ما معهم قوة وجرحى وبعد معركة طاحنة لكن الإيمان هو الذي حملهم على الخروج. الثقة بالله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ألقى الله في قلوبهم الرعب وهم أقوياء ومنتصرون وجموع كثيرة لكن الله ألقى الرعب في قلوبهم فانهزموا. وألقى الإيمان في قلوب المؤمنين فتقووا وعزموا وهم ضعفاء وليس معهم عدة لكن معهم الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. لو أن المسلمين انخذلوا وجلسوا في المدينة لأتى العدو نفذ تهديده قضى عليهم وقضى عليهم. فهذا هو السبب أو معنى قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. يعني السبب ما هو؟ السبب ما هو؟ بسبب شركهم بما أشركوا أي بسبب شركهم بالله. فالمشرك مهزوم ومخذول ولو كان عنده ما عنده من القوة وزهرة الدنيا والمال والجنود فإنه مخذول ومهزوم بسبب شركه بالله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك ليس عليه حجة إنما الحجة والبرهان على التوحيد. أما الشرك والمشرك ليس عنده حجة على شركه إلا شبهات وخرافات وأكاذيب وأشياء ما يبنى عليها حكم. فالشرك دائما وأبدا ليس عليه حجة إنما الحجة والبرهان على التوحيد ما لم ينزل به سلطانا. ثم ذكر مصيرهم عاقبتهم والعياذ بالله ومأواهم النار. مأواهم يوم القيامة ومصيرهم النار وبئس مثوى الظالمين. فهم مهزومون في الدنيا وخاسرون في الآخرة. مأواهم النار والعياذ بالله الذي ليس لهم مأوى سواه. ثم قال جل وعلا مذكرا لعباده المؤمنين الصحابة الذين حصل عليهم ما حصل بين سبحانه السبب الذي من أجله أصابهم ما أصابهم من أجل أن يحذروا في المستقبل من مثله.
فقال ولقد صدقكم الله وعده، هذا في أول الوقعة، وذلك أنهم لما خرجوا من المدينة للقاء العدو ونزلوا في أحد مقابلين للعدو، النبي صلى الله عليه وسلم نظم أصحابه استعدادا للمعركة، نظمهم صلى الله عليه وسلم، فجعل الجبل خلف ظهورهم، وعلى الجبل مسلحون من المسلمين، رماة حذاق في الرمي على الجبل، جبل صغير يسمى جبل الرماة، جعلهم عليه يحمون ظهور المسلمين حتى يتفرغ المسلمون لما أمامهم ويأمنوا من خلفهم. خطة عظيمة، خطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سار عليها المسلمون على هذا التنظيم نصرهم الله في أول المعركة، ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، لما أخذوا بتنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال للرماة الذين على الجبل لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لا تتركوا الجبل، لكن لما دارت المعركة وبدأ نصر المسلمين تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه سبحانه وتعالى، إذنه لكم بالنصر والتأييد، تقتلونهم، قتلوا منهم حتى انكشف العدو وفروا، والمسلمون يقتلون فيهم ويجمعون الغنائم، لكن لما رأى الرماة ما حصل من النصر وأنهم إخوانهم يجمعون الغنائم قالوا لا حاجة إلى بقائنا، المعركة انتهت، فننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا؟ فثبت هو وعشرة معه ونزل البقية وعصوه، عصوا أميرهم، بل عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم، ما تعمدوا معصية الرسول لكن اجتهدوا وظنوا أن المعركة قد انتهت، لكن لا اجتهاد مع النص كما قال العلماء، الرسول قال لا تتركوا الجبل، هذا نص، هم اجتهدوا وظنوا أن المعركة انتهت وصار الاجتهاد خاطئا، وهذا يؤخذ منه قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. فلما نزلوا ولم يبقى على الجبل إلا عبد الله بن جبير وأفراد ممن ثبتوا، جاء المسلمون من الخلف، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل جاءوا من الخلف بكتائب من المشركين، هم ينظرون للجبل ودهم أنه يخلو، خلأ، قتلوا من على الجبل، قتلوا عبد الله بن جبير ومن معه رضي الله عنه، ثم انقضوا على المسلمين من خلفهم والمسلمون لم يشعروا بذلك، ف
فوقعوا بين العدو من الأمام ومن الخلف، دارت المعركة من جديد، فحصل على المسلمين ما حصل، استشهد منهم 70 من أكابر الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم استشهدوا، بل أشيع أن الرسول قد قتل، صاح الشيطان أن محمدا قد قتل، فاجتمعت على المسلمين المصائب، أولا الهزيمة وهم ينظرونها، وثانيا بلغهم أن الرسول قد قتل، هذه أعظم المصائب. عند ذلك حصل على المسلمين شدة عظيمة وكربة قتلى وجرحى، وعدو محيط بهم بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كم نخالف أمر الرسول يا عباد الله، كم نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم، وله عن اجتهاد بل عن تعمد منا، فلنحذر من مخالفة أمر الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا معنى قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا في أول الأمر لما كانوا على تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم هذه الأسباب، أنه حصل الفشل ما سببه؟ النزاع، تنازعتم في الأمر، بعضهم يقول ننزل وبعضهم يقول ما ننزل، قالوا الآية فيها والله أعلم تقديم وتأخير، حتى أصله حتى إذا تنازعتم في الأمر وفشلتم، لأن الفشل نتيجة للنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وأشد من ذلك عصيتم. ما هو بكلهم عصوا، عصى بعضهم عن اجتهاد، ولكن المعصية إذا نزلت العقوبة تعم الصالح والطالح، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعصيتم أي عصيتم أمر الرسول، وذلك مما حصل من بعض الرماة أو غالب الرماة، حينئذ وقعت العقوبة وعمت الجميع، لا حول ولا قوة إلا بالله. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم النصر في أول المعركة، وهذه مشكلة ومصيبة، أنك بعد ما تنال ما تحب يأتيك ما تكره. من بعد ما أراكم ما تحبون، ثم قال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن الذين نزلوا إنما يريدون جمع الغنائم، هو الذي حملهم على ذلك، وجمع الغنائم هذا مباح، أباح الله الغنائم، ولكن ما هو بهذا وقته، ما هو هذا وقته ولا هذا أوانه. منكم من يريد الدنيا
ومنكم من يريد الآخرة. الصحابة يقول عبد الله بن مسعود ما ظننت أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا. قال منكم يعني من الصحابة من المسلمين من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صار هذا سببا للهزيمة والعياذ بالله. ثم صرفكم عنهم، صرفكم عن قتلهم وعن الفتك بهم وشغلكم بأنفسكم ثم صرفكم عنهم. هل لأجل أن يهلككم؟ لا، ليبتليكم، ما هو لأجل أن يهلككم، وإنما ليبتليكم ليختبركم، فيظهر المؤمن الصادق من المنافق. لو كان المسلمون دائما منتصرين ما تبين المؤمن الصادق من المنافق، لكن إذا جاءت الشدائد تبين الصادق من الكاذب. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم إن الله بشرهم فقال ولقد عفا عنكم. عفا عنكم الذي حصلت منهم هذه الغلطة عن اجتهاد الله جل وعلا عفا عنهم، فلم يؤاخذهم أزيد مما حصل لهم من التأديب. فهذه النكبة هذه تأديب وليست إهلاكا واستئصالا. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سبب أنه عفا عنكم تفضلا منه سبحانه وتعالى، تفضل عليكم بذلك، ولو شاء لعاقبكم أشد من هذه العقوبة. ثم قال جل وعلا واصفا حالة المسلمين حال الشدة والكربة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. فر كثير من المسلمين، فروا من الموت، فروا من الموت. تصعدون يعني تنهزمون على وجوهكم، تصعدون وتبعدون في الفرار. من أصعد إذا بعد، من أصعد إذا بعد، وصعد إذا ارتفع، صعد إذا ارتفع على جبل أو على سطح. أما أصعد فمعناه أنه مشى بعيدا وذهب بعيدا. تصعدون فارين بعيدا ولا تلوون على أحد، ما يلتفت بعضكم البعض، كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه. حتى ذهلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الهول. إذ تصعدون فارين ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول ثبت، وثبت معه من الصحابة من ثبت في مكان المعركة ولم يهربوا. الرسول يدعوكم، يناديكم، تعالوا هلموا يا عباد الله. فلما سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فرحوا، لأنه قيل لهم أنه مات، فلما سمعوا صوته فرحوا فرحا شديدا. ثم عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من يدافع عن نبل المشركين، ترسوا للرسول بأجسامهم حتى لا يصل إليه الرمي عليه الصلاة والسلام. أصابتهم الجراح
ولم يتزحزحوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم، في مؤخرتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم عند اللقاء يكون في المقدمة، وعند الهزيمة يكون هو الآخر، يثبت عليه الصلاة والسلام، ما يتزحزح. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، غما بغم، حزنا على حزن. قالوا ألبى بمعنى على، أصابكم غما بغم أي حزنا على حزن. أولا ما أصابكم من القتل والجراح، وثانيا لما أشيع أن الرسول قد قتل، هذا صار أشد عليهم من القتل ومن الجراح. أثابكم غما بغم، عقوبة، كل هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هل لأن الله يبغضهم؟ لا، ولكن الله يريد أن يطهرهم ويمحصهم بهذا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من جمع الغنائم بعدما شرعتم فيه، ولا ما أصابكم من القتل والجراح، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. في هذه الحالة القتلى والجرحى والعدو محيط بهم، في هذه الحالة المنافقون طارت قلوبهم، المنافقون طارت قلوبهم من الخوف والرعب. أما المؤمنون فالله أنزل عليهم الأمان، أنزل عليهم النوم والنعاس. شوفنا ينامون وهم بين القتلى وبين الجرحى والعدو محيط بهم، النوم يدل على الأمان، لأن الخائف لا ينام. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، النعاس هو النوم الخفيف، هو النوم الخفيف، ولا ينام إلا الآمن، ما ينام إلا الآمن، آمنة نعاسا. لكل الناس لا يغشى طائفة منكم من المؤمنين الصادقين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون. ما قال منكم، شوف ما قال منكم، لأنهم منافقون، والمنافقون ليسوا من المسلمين في الحقيقة، وإن كانوا من المسلمين في الظاهر، لكن في الحقيقة وعند الله ليسوا من المسلمين. ولهذا ما قال وطائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم، لأن المؤمن لا تهمه نفسه، أما المنافق فهو الذي تهمه نفسه. طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الإسلام انتهى وأن المسلمون لم يبقى لهم عاقبة ولا يبقى منهم أحد، وأن المصيبة قضت عليهم، يظنون بالله غير الحق إن الإسلام انتهى وأن المسلمون انتهوا، ظن الجاهلية، هذا ظن أهل الجاهلية الذين يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فإنهم دائما يحسنون الظن، ولو بلغ بهم الكرب ما بلغ، يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل تفسير الآية إن شاء الله في درس قادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
لا إله إلا الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما توجيهكم لأولياء أمور البنين والبنات تجاه القنوات الفضائية التي تجاهر بالرذيلة وأصبحت تبحث عن نوعيات من أبناء هذا المجتمع الذين انحرفوا لإجراء لقاءات معهم يتحدثون عن الفاحشة في هذا المجتمع؟ أنتم سمعتم أن الكفار لا يريدون الخير بالمسلمين، وأنهم دائما يحاولون صرف المسلمين عن دينهم، وهذا الذي ورد في السؤال مصداق لذلك. الكفار الآن تغلغلوا في بيوت المسلمين وبين أولادهم ونسائهم بهذه الفضائيات الهابطة القبيحة التي فيها كل رذيلة وكل فساد وكل كهر وإلحاد، ولا يقي منها بإذن الله إلا إبعادها عن البيوت، إبعاد القنوات الهابطة عن البيوت ومقاطعتها، هذا هو الذي يقي منها بإذن الله. فالذي يخاف الله ويغار على نسائه وأولاده لا يدخل هذه الفضائيات في بيته. نعم. يقول: من أصيب بالسحر وتضرر منه، هل يجوز له أن يذهب للسحرة لعلاجه وفك السحر فقط دون الوقوع في الكفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر أشد الحرام لأنه كفر. كيف يتداوى المسلم بالكفر؟ يتداوى بالسحر الذي هو كفر، هذا أشد الحرام. يطلب الشفاء لجسمه ويفسد عقيدته ويفسد قلبه، ما هذا العلاج؟ فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا سؤالهم ولا التداوي عندهم، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، أغنانا سبحانه بالأدوية المباحة، بالرقية الشرعية، بالأدوية المباحة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول: نريد من سماحة الشيخ أن يوجه كلمة حول أهمية احترام وتعظيم مكة المكرمة البلدة المحرمة. لا شك أن مكة، أن الله جل وعلا حرمها، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، فهي حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله، لا يحصل فيها مخالفات شرعية، لا يحصل فيها مخالفات شرعية، تطهر من المخالفات ومن الذنوب والمعاصي والمخالفات، تطهر منها. يجب على المسلم أن يعظم هذه البلد حق تعظيمها، وأن يأتي إليها راغبا فيما عند الله من الأجر والثواب. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الاعتكاف في المسجد الحرام، الطواف بالبيت العتيق،
يأتي لهذه الأمور. أما أن يأتي ليفسد ليفسد هو وليفسد، قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يجب على المسلم أن يحترم هذا الحرم الذي حرمه الله ورسوله. نعم. يقول: قال الله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ما معنى هذه الآية؟ وهل يعني تجمع اليهود في فلسطين؟ قال الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم، لتفسدن في الأرض مرتين، وفي قراءة لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا حصل الفساد الأول، أرسل الله عليهم جنودا من الكفار فأذاقوهم سوء العذاب. فإذا جاء وعد أولاهما، المرة الأولى يعني، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا بغزو بخت نصر المجوسي إلى اليهود في فلسطين، وما أوقعه فيهم والعياذ بالله من الهزيمة النكرة ومن الامتهان عقوبة لهم من الله جل وعلا. فإذا جاء وعده أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عباد يعني كفار، والناس كلهم عباد الله، المؤمن والكافر، عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، أفسدوا فيها، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يتقوى اليهود بعد ذلك، بعد هذه الهزيمة يتجمعون ويتقوون، ثم يفسدون مرة ثانية. فإذا فسدوا المرة الثانية، وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة. فإذا حصلت الفسدة الأخيرة أعاد الله عليهم كرة العقوبة، وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، من يسومهم سوء العذاب. هذا المرتان حصلتا. المرة الثالثة: وإن عدتم عدنا. المرة الثالثة في آخر الزمان يتجمعون في بيت المقدس ويسلط الله عليهم المسلمين، سلط الله عليهم المسلمين، وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهم متجمعون في فلسطين، ويقودهم الدجال، المسيح الأعور الدجال هو اللي يقودهم لأنه من اليهود. ثم إن الله إذا نزل المسيح قتل الدجال، إذا نزل قتل الدجال ونشر الإسلام وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرة الثالثة: وإن عدتم عدنا. إن عدتم إلى الكفر والمعصية عدنا عليكم بالعقوبة. نعم. هذه السائلة تقول: اختلفت مع زوجها في أمر من أمور العقيدة، وهي قضية العذر بالجهل والتعيين، هل يؤثر على توحيدها لما في ذلك من نواقص الإسلام؟ تريد البيان للزوج بالتفصيل لعله يسمع. يا إخواني، مسألة هؤلاء ابتلوا بالدخول في الجدال ومسائل علمية كبيرة لا يدخل فيها إلا كبار الأئمة العلماء. مسألة العذر بالجهل هذه ما يتولاها إلا العلماء، ما يتولاها العوام وأنصاف المتعلمين، وهذا من الفتنة والعياذ بالله. فلا يجوز لهؤلاء أن يدخلوا في المسائل الكبار ويتجادلون فيها وهم لا يعلمون الحكم ولا الأدلة، هذا من الفتنة. نعم.
يقول سماحة الشيخ، ما هي عقيدة المسلم فيما يقع من أو فيما خالف إجماع المسلمين ونادى بالتقريب بين الأديان والحضارات والوسطية من وجهة نظره؟ هذا فيه تفصيل. مسألة المصالحة مع الكفار في أمور الدنيا، مصالح الدنيا، مسألة المصالحة جائزة مع الكفار، قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صالح اليهود عندما قدم المدينة وعقد معهم العهد، وصالح المشركين في الحديبية، صالحهم. فيجوز للمسلمين أن يصالحوا الكفار إذا كانت المصلحة للمسلمين، وكان المسلمون بحاجة إلى الصلح مع الكفار، لا بأس بذلك. الحالة الثانية، المصالحة التي تعني أن نتنازل عن ديننا وأن نرضي الكفار على حساب ديننا حتى يرضوا عنا وحتى يعطونا من المال كما يظن بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على حساب الدين أبدا. وديننا حق ودينهم باطل، كيف نسوي بين الحق والباطل؟ هذا لا يجوز. كيف يسوى بين الإسلام والكفر؟ ما يجوز هذا. نعم. تقول كيف تكون الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية تكون بالقرآن الكريم، خصوصا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن، وكذلك الأدعية، الأدعية الشرعية، ندعو الله بالشفاء، ندعو الله بالرحمة، ندعو الله بالفرج إلى غير ذلك. تكون الرقية بالقرآن وتكون الرقية بالأدعية الشرعية، وتكون ممن يحسن الرقية من أصحاب العقيدة السليمة ومن أصحاب العلم الذين يعرفون الرقية الشرعية من الرقية الشركية. هو كل رقية في ناس مشعوذون يجون بالخديعة، قد يقرأ شيء من القرآن للخديعة ويأتي يخلط معه شيء من الشرك والطلاسم والتعاويذ الشركية. فلا يتولى الرقية إلا مسلم موحد ويعرف الرقية الشرعية ويعرف الرقية الشركية حتى يتجنبها. نعم. تقول هل والدي محرم لزوجتي وهل تسافر معه؟ نعم لا بأس، والد الزوج محرم.